خويا الدخول في المتناول وكنغلو على المكتوبة خويا، حنا على قد الحال فهمتي. روجيستر كيضربني العام كامل ونقصونا خويا في الكتوبة. حتى خويا هاد الشهر 200 ورقة انا كندير ديال 50 مقود عليا انا صاحبي. وخويا سادين علينا الباب تمن نحن في الحبس في عكاشة، جا حلونا البيبان صح. وعاد السي محمد راه سبحان الله اخويا، السي محمد والو ما بغاش يخلينا ندخل. علاش؟ اه محلف عليا خويا، حط هاد العايبه ديالو قال لي ما تدخلش انت تما اللي جديد، باغي ندخل نقرا انا، باقى لي اخر عام معاهم. انت كيفاش العام؟ عندي الباك اخويا الله يسر لي. العام اللي قبل من سيدي لا نجحت 11 ونص اخويا موسي. العام غنطول. لا ما نطولش هاد العام. نقراو ان شاء الله ناخذوا الباك ديالنا ونشوفوا نحيدوا من هنا. اوكراني نديرو الميكسيك واخويا قراو، اما دفعكم ما قرايشكم والله يطلق خويا صالح. خويا الدخول داس لهاد السنه مزيان فهمتينا، حنا كتفنا هما الاساس اللي تعامل معنا هاد العام ان شاء الله باش نجحوا خويا. العام اللي فات ما درنا والو فهمتيني ولا لا، ونطلبوا من الحراسه نشوفوا خويا الباب شو كاين بعد كعامر، شو واحد ما خلاو يدخل الحشومه وما علينا المشاكل لا والو خويا، ولكن اخويا هذا شوف بنادم واقف تما على والو باش خلي بالي ندخل عافينا اول جا الباك هاي باش العام باك اخويا بغينا ننجحوا ان شاء الله. علاش اخويا العام سقطا وثاني صح؟ هذا العام كنت ناجح اخويا. كيفاش هذا العام؟ هذا العام اخويا نجح السيزيام خاص يكون في الباك ديالي عام اخويا. شنو المشاكل كتلقى في الدراسه ديالك؟ واه المشاكل اخويا الاساتذه ديال الفرزيات شحال من حاجه اخويا ماشي ولا لا. شتي علاش اخويا شتي راه هو كلمه اخويا. يمكن لا تنضيع من والو. اسيدي الله يحسن لهم العوار تا هما كيجيو كيمشيو فهمتش، كيعيطوا لهم واحد المدير جا عندنا تا هو ما عرفتش كيدير وخويا كيجيو كيخلع الخلع فينا على الصباع يقول لك حنا نسبة النجاح ما عرفتش غيدير لنا هذا العام ما كاينينش الماكاري فهمتي، وفي حال دابا هذا ميكروبس هذه جابها مسافة انا والدي دخل جاو كيخدموا برشا الدريات والله يا خويا ما نكذب عليك. عاد تسنى ندبو حنا شتي مالك اصاحبي دابا سير خلق قلب على خاتناش صافي هادشي اللي كاين. هاد العام تنجحت ولا لا؟ انا نجحت 10.02 عندهم اخويا هاد العام عندي سيزيام كدار بيوف ودابا دايخ فهمتي، الوالد كدير لي كما فرونسي انا باغي ندير العربيه فهمتي حتى انا فهمتي حمار خويا ما كاينش التعامل مزيان. شنو نقول لك عشيره؟ لا ما كتغيبش مره الله يعفو علينا وصا كمل وصا لا لا اللي كانت عندنا ونطريم وتيران فهمتش باش فيش واحد الكلمه مره واخويا العام اللي فات ما دخلناش وجبنا 12 96 فهمتينا العام هذا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.